يتعلق بزيادات رؤوس الاموال اللي هتساعد الشركات، فيما يتعلق بادخال من استفاده العديد من المستثمرين بالنسبه لسوق الاوراق الماليه. النقطه المحوريه اللي احنا اول ما جينا بدانا نبص عليها ان في الاخر انت ما بتبصش على مستوى قواعد التداول فقط او بتبص على قضيه واحده، فلازم تبص على مستوى سوق المال من منظور سلسله قيمه مضافه. انت عندك معروض، المعروض ده ممثل فيه اوراق ماليه بتعرض او بتطرح فيه سوق الاوراق الماليه، ومقترن معاه الاصلاحات، فبالتالي جوده الاصلاحات من الامور المهمه ايضا اللي احنا بنشتغل عليها، والتواصل ما بين الشركات المقيده والشركات العامله في المجال من مديرين الاستثمار، من شركات تصرف الاوراق الماليه وما الى ذلك من الاجراءات. كل هدفه ايه؟ ان كان احد الامور اللي احنا بنقعد نسمع مشاكلها الرئيسيه ان الشركات المقيده ما كانتش بترد على عقود علاقات المستثمرين، في بعض الاحيان ما بتردش على مديرين الاستثمار لما يبقى عندهم استفسارات عن الشركات، وهو ده دوره رئيسي. فبالتالي بدانا ان احنا نعلم مديرين الاستثمار او مسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيده ان انت بتعمل خدمه لما تتعامل مع مديرين الاستثمار او شركات او مصادر الاوراق الماليه، لما تبتدي ان انت تجاوب فيما هو نصح عنه، هو ما حدش بيتكلم على ان انت بتكتفي بمعلومات ليست متاحه او معلنه للكافه. فده جانب على مستوى المعروض من الاوراق الماليه. نيجي على جزء النص اللي هي سلسله القيم المضافه بتكمل بعضها. عندك اوراق ماليه محتاجه ان يتم عليها التداول، علشان في الاخر المقياس الرئيسي لاي قرض بتبقى معدلات التداول في هذا السوق. ليه معدلات التداول هو المقياس؟ اللي هو المعيار اللي بنفضل دايما بنبص عليه في البورصات، لان في الاخر عاوز الورقه الماليه اللي عليها تداول يبقى في اعداد كثيره من الناس بتطبق على اصلاحات الورق، بتطبق على القواعد الماليه والميزانيات الربع السنويه والكلام ده كله، وان سعر التداول ده بيعكس لي ان الاعداد الكبيره دي بتتعامل على هذه الورقه الماليه، فبالتالي المفترض سعرها على الاقل بيعكس اراء ناس كثيره، وليس اراء واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه فيما يتعلق بالسوق، فبالتالي معدلات الكفاءه بتتفق. عشان نعمل ده في اجراءات كثيره يعني اتخذناها علشان نقدر نصل لجزء من هذا المستهدف في الفتره الحاليه. احنا شفنا يعني يمكن بدانا نحاول نحسن برضه معدلات التواصل اللي عندنا كمؤسسه، فمن تغيير الموقع الالكتروني دي ان احنا بدنا نعمل انفوجرافيكس نحاول نبسط فيها ايه القرارات اللي اتخذناها. على سبيل المثال اخر حاجه عملناها ان احنا عملنا 13 قرار فيما يتعلق بالمعدلات او الاجراءات المستهدفه لزياده معدلات التداول وزياده الكفاءه السوقيه. اول حاجه احنا كان عندنا معدلات او عدد ساعات التداول من 10 ل 2 ونص. كان عندك لما بتطلع او بتنزل سعر الورقه الماليه ب 5% كنا بنوقفها نص ساعه في حلقه، فده تقريبا 25% من عدد ساعات التداول المسموحه على الورقه الماليه بتوقف عليها التداول. كل ده علشان عمليه او اثنين ادت الى تغير السعر ب 5%. احنا بنعمل كده لوحدنا ليه؟ اه بنعمل كده لوحدنا، يعني لما عملنا حصر لقينا ان ال 30 دقيقه او النص ساعه اللي احنا بنوقفها دي من اعلى المعدلات في العالم كله، سواء على مستوى اصوات ناشئه، اصوات متقدمه، اصوات لسه بتبتدي، يعني اللي هي حاجه اسمها اصوات مبتدئه او الفرونتير ماركت. فبالتالي اول حاجه قال يعني طالما احنا بنعمل كده لوحدنا في حاجه غلط. بدانا ندرس الموضوع، بدانا ندرس تاثيرات هذا الامر على مستويات التداول، نزلنا بيها على مرتين من 30 دقيقه ل 10 دقائق، وبقت اكثر منطقيه لان الاسواق العالميه بصفه عامه بنلاقي معدلات التداول فيها من ثلاث اناس، انخفاض التداول فيها من ثلاث لخمس دقائق، حتى اكثر يعني. لان هو ده المنطق، لان كان الهدف من 30 دقيقه لما بداناها مع اعاده يعني تنشيط البورصه في اوائل التسعينيات، كانت ان انت على تروح المعلومه للناس، فالوقت نص ساعه فالتلفزيون بيكلم العميل بتاعه ويقول له خلي بالك في حركه سعريه كانت كبيره على الورقه، بس مع التطور الرهيب في عمليه التواصل والكوميونيكيشن يعني بصفه عامه خلاص ما بقاش في منطق ان تفضل الفتره الزمنيه ده هدف. عملنا حاجه اسمها ان التداول في جهاز الجلسه سمحنا ان هو يتعمل بصوره طبيعيه، انا ما اعرفش مين هنا عارف التداول في جهاز الجلسه، يعني التداول في جهاز الجلسه ان انت تسمح للورقه الماليه او المستثمر اشترى اي عدد من الاسهم خلال الجلسه يقدر يبيعهم النهارده ويقدر يرجع يشتريهم النهارده. قبل كده كانت في حدود قصوى اللي هي دي العمليه اللي بتشتريها 10 اسهم، كان غير مسموح لك ان انت يبقى تبيع مثلا خمس اسهم تعمل اي مكان النسبه وفقا لعدد الاسهم المتوسطه. ده كلام بالنسبه لنا كلام اللي هو احنا بنعمل كده لوحدنا، برضه لما بنعمل كده لوحدنا بعد ما درسنا الاسواق العالميه ولقينا ان محدش بيعمل الكتروني بورصه في ناس عمق في تداول خلال الجلسه، وده انا بعد كده نتعامل مع يعني الهيئه العامه للرقابه الماليه يعني نتكلم معاهم في هذا المنحى ونجحنا في هذا الامر.
والعديد